فالبناء وتصميم العالم الحضاري والاستلهام من الطبيعة. اللي خلانا نوصلوا لهذه المرحلة من التقدم ناطحة السحاب، قناطر، مساجد، معالم تاريخية، أنفاق. هالشي كامله بفضل هذا العلم الجميل، الهندسة المدنية. بناء وعالمنا. Civil engineering will always be at the heart of society. بين أول الحوايج اللي فكروا فيهم الإنسان في القديم واللي كتطالب بين أولويات هي المسكن، فين يتخبى. التاريخ ديالها كيمتد على مدار العصور بالهياكل العملاقة اللي بلاها الإنسان القديم، باقي مستمرة إلى يومنا هذا، كبحال الأهرامات، بحال الحضارات. يعني بزاف ديال الحوايج اللي حيرات العلماء وحيرات المهندسين إلى يومنا هذا كيفاش تبنوا. وهذا كيدل على التطور ديال الهندسة على مدار العصور، توصلت لهذه المرحلة هذه ديال واحد التطور اللي غادي بواحد الوتيرة اللي ما كتصورش، لدرجة أنه كيغطي مختلف البنيات التحتية، بنايات، طرقان، أنظمة المياه والصرف الصحي. والهدف من هذه الهندسة المدنية هو أنه تشيد هذه البنيات التحتية وهذه البنايات اللي كنشوفوهم كاملهم وفق واحد المعايير اللي حطهم الدولة، أو لا تصمم وفق المعايير اللي كنعتمدوا عليهم على الصعيد العالمي. أول حاجة تفكر فيها المهندس المدني قبل ما يبني واحد البناية، وخا يكون عنده تصميم المعماري، هي أنه يفكر لواحد التصميم هيكلي لهذه البناية هذه، باش تخليه يكون في واحد الاستقرار وواحد التوازن تحت الضغط، الوزن والحمولة اللي مطبقة على هذه البناية هذه، باش انها تضمن السلامه ديال المستعملين ديالها، خاصه الكوارث الطبيعيه بحال الزلازل. بقوه 7 درجات هز مناطق من المغرب والاعاصير. لكن الصدمه الاكبر تلقتها درنا في المغرب. هنايا النورم اللي كنعتمدوا عليها هي الار بي اس، ريغلوم باراسيسميك ماروكا، فيها القواعد والمعايير ديال البناء ديال واحد البنايه اللي غادي تكون مقاومه للزلازل. واي دوله عندها واحد النورم باراسيسميك ديالها، والمهندس المدني هذا هو الدور ديالو، هو انه يعطي لهذاك التصميم المعماري واحد التصميم هيكلي اللي يخليه انه يوقف، يحافظ على الجماليه ديالو ويحافظ على الامن والسلامه ديال المستعملين، ويأسر واحد لو بون فونكسيونمون ديال هذاك المنزل او ديال هذيك البنايه او ديال هذيك البنيه التحتيه. انطلاقا من الاخطاء السابقه، باقي كنتعلموا واحد الاخطاء الهندسيه اللي تعلمنا منهم، مثلا كيبحال لو بوندو تاكوما اللي طاح بسبب الرياح القويه اللي مطبقه عليه. داكشي علاش كنشوفوا انه الكوارث الطبيعيه من بين التحديات ديال المهندس المدني. هذا الشيء كامل عبارة عن واحد التحديات اللي كتواجهها الهندسة المدنية بصفة عامة وكيواجهها المهندس المدني بصفة خاصة. فانطلاقا من هذه التجارب ومن هذه الأخطاء، الهندسة المدنية بدأت كتتطور وكتحاول أنها ديفلوبي في المواد ديال البناء باش تأميليوري الريزيستونس ديالها، وفي نفس الوقت تكون صديقة للبيئة وتعاون في السهولة ديال التنفيذ ديال المشاريع، وفي نفس الوقت تعاون على التصميم ديال واحد البناية اللي تحترم الجمالية وتحترم البيئة، وفي نفس الوقت تكون اقتصادية. هي مجموعة من التحديات وكبتها الهندسة المدنية منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا، أنها تربط بين الإبداع والتكنولوجيا وفك الألغاز الصعبة. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تشنو الخاصين نربح.